هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. 13 دقيقة بعد ما ذي ساعتين. مرحبا بكم الناس الكل، انتم تسمعوا في إذاعة الحياة فم من القيروان 93. تحية كبيرة لكم وين ما يوصلكم صوت إذاعتنا في مختلف معتمديات القيروان. حي وزادة الناس الأوفياء اللي ديما يتابعون على باج فيسبوك الحياة فم وين نلقاو كل الفيديوهات المباشرة. هذا موعد جديد اليوم 16 ماي 2022 من برنامجكم البرنامج الاجتماعي اللي تعودتوا به منتدى الحياة. رافقوكم الاثنين للخميس من ذي ساعتين حتى للأربعة بالموعد مواضيع الاجتماعية المهمة اللي ديما تشغل بالكم. معايا اليوم كما كل نهار اثنين أستاذ فيصل كعبي المختص والمعالج النفسي. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك وبجميع المستمعين والمستمعات. يا سيدي لاباس، الصحة بخير إن شاء الله. إن شاء الله الصحة بخير الحمد لله. بعد خروج من رمضان دائما الصحة تكون جيدة إن شاء الله، وإن شاء الله البرنامجنا يجيب شوية نسيم نسمة باردة للمستمعين والمستمعات في الجو الباهي هذايا. وي مع ارتفاع درجات الحرارة نحاول نردوا بالنا أكيد على رواحنا، وإحنا إن شاء الله نكونوا خفيف الظل وإن شاء الله نكونوا مونسينكم في خلينا نقولوا القائل. إحنا توا دخلنا هكا في درجة الحرارة وليت مرتفعة برشا، فما الناس وليت القايت هذايا تقيل وإلا تبدأ في الدار. كلها خير وصحة للناس أكيد إن شاء الله ربي يحمينا الناس الكل. اليوم في منتدى الحياة باش ننطلقوا من الرقم هذايا باش نقدم لكم به موضوعنا لليوم. نحكيه على أكثر من 145 ألف مشعوذ في تونس حسب دراسة قام بها الباحث التونسي في علم الاجتماع زهير العزوزي، اللي أكد أنه في تونس عنا أكثر من 145 ألف مشعوذ. بتبيع الإحصائيات هذه تعود لسنة 2016، ولكن من بعد 2016 اليوم من هذا ما عندناش عدد معناتها دقيق لعدد المشعوذين في تونس، نظرا لأنهم ما نجموش نحصروا العدد خاطر موجودين اليوم بارتو في مختلف ولايات الجمهورية، ويظهر لي معناتها أستاذ في البلايس الكل. خلينا اليوم بعض الناس يحكيوا على أوكار للمشعوذين هذوما اللي موجودين في مختلف ولايات الجمهورية، واللي تلقاوهم ديما في عادة في بلايس يكونوا بعد شوية هكا ومتخبين، لهذا اليوم في تونس ما عندناش عدد دقيق لعدد المشعوذين في تونس. ظهر اليوم تيقني أنه عدد المشعوذين أضعاف أضعاف هذا في 2016. أنت تعطي في أرقام 2016 بطبيعة الحال للمشعوذين المهنيين اللي خذوا مهنة الشعوذة أكيد. لكن الشعوذة تمارس يوميا في العلاقات الإنسانية بشكل لا يوصف العقل. ومش نتحدث على بعض الأمثلة اللي ما غير ما نشعره إحنا نفسنا نجم الرد بعض الأفكار الشعوذية في علاقاتنا اليومية. نعطي مثال بسيط أو نبدأ به. لما جات الكورونا الكلام الغير العقلاني اللي تقال على الكورونا هو الشعوذة، كل ما هو عقيدة أو فكرة غير عقلانية غير معقلنا غير منطقية هي تتسمى شعوذة، وهذا موجودة في حياتنا اليومية. ومش نعطي أمثال كثير على يمكن هالمنطق الغير العقلاني اللي ركبوه في حياتنا اليومية في علاقاتنا الإنسانية في علاقاتنا ببعضنا في علاقاتنا بديننا برب العالمين. الشعوذة موجودة حتى في المساجد، نقول الأيام بفوق بعض مرات عندما يجيبوا خرافات لا عقلانية وينسبوها للدين هي شعوذة مغطية بغطاء الدين. برشا أشكال للشعوذة. كي تسأل المواطنين اللي يمشيوا إلا يقبلوا بكثافة على المشعوذين هذوما يقول لك
الفقر البطالة، فقدان الثقة في مؤسسات الدولة، تأخر سن الزواج في تونس. هذوما الأسباب اللي يتصدروا إقبال المواطنين على محلات الشعوذة. هذا بتبيع ديما حسب آخر الإحصائيات وحسب البحوث الاجتماعية اللي صارت في الغرض هذا. أنا بس نسب الرقم اللي أعطيته والمشعوذين المهنيين اللي يعرفوا أنه اللي يمارسوا فيه شعوذة ويمارسوه هذو مهنيين. فما لكن العشوائيين اللي موجودين، أنا نتكلم على الشعوذة الغير الواعية، ردوا بعض مرات أفكار غير واعية هذه منتشرة بالملايين، المنجمين والعرفين واللي وتختلف التسميات، ولكن خلينا نقوله معناتها هي ظاهرة، معناتها الظاهرة هي واحدة، هي الشعوذة تختلف ما بين حكيم وروحاني، اللي يقول اللي يعرف روحه بالروحاني، اللي يعرف روحه بالمنجم الرافه، وهذوما برشا معناتها مصطلحات. ومن بعد نرجع معاك بالتفاصيل. اكيد احنا ديما باش نكونوا في استقبال تليفوناتكم على 70 035 22، باش نحكيوا باكثر تفاصيل على الظاهره هذه، باش نسلطوا عليها الضوء خاصه من الجانب النفسي، نعرفوا بها شنو هي، نعرفوها شنو هي وكيفاش موجوده في حياه الانسان كانسان وحياه الانسانيه منذ بدايه التاريخ، نعرفوا بها وبعدين نبدا يمكن الحوار معك. ومن بعد شويه نبداو معاك الحوار استاذ فيصل. نفرحوا برشا وقت اللي تكلمونا على 70 035 120 وتشاركونا رايكم في الظاهره هذيا. معكم كيما العاده سيوار بن حميده من قدام الميكرون، حي وسهيل السالمي في الديجيتال، امنه بوخيت في التكنيك، باش نرافقوكم من توا حتى للاربعه نتاع العشيه. ما تبعدوش ما تبدلوش الموجه، خليكم ديما معنا على 90.3. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة، منتدى الحياة، منتدى الحياة. ماذي ساعتين 27 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل وانتم بتسمعوا في إذاعة الحياة فهم، تحية كبيرة لكم وين يوصلكم صوت إذاعتنا. نعود نذكركم ديما طرق التفاعل معنا في المباشر على 70 035 120، تلقوا أنس الهمامي في استقبال تليفوناتكم، سينو تنجموا تخليونا ميساجاتكم على باج فيسبوك الحياة فهم، وإلا تكتبوا كومنتير تحت الفيديو اللي تلقاوه في المباشر على باج فيسبوك الحياة فهم، مكتوبة بالفرنسي وبالعربي. في بداية الحصة نحب نقدم تحية كبيرة للصديق حسام الوفي اللي برنامج منتدى الحياة، نحييوه تحية كبيرة ليه وين هو قاعد يسمع فينا توا، نحييوه ونبدأ في حصتنا. نرجع نعود نسلم على الأستاذ فيصل كعبي المختص والمعالج النفسي، نعود نرحب بك مرة أخرى. أهلا وسهلا بك، مرحبا أستاذ. نعود نذكر الناس اللي يسمعوا فينا موضوعنا لليوم ظاهرة الشعوذة، والتونسي اليوم كيفاش قاعد يقبل بطريقة كثيفة عدد المشعوذين هذايا في تزايد، ظاهرة شائكة برشا وفيها العديد والعديد من الأطراف والأسباب. قبل ما نبدأ النقاش وقبل ما نعرفوا الظاهرة هذايا شنو هي الشعوذة، نسمعوا رأيكم أنتم وجهات النظر متاعكم في الظاهرة هذايا، بعد نرجع للنقاش مع الأستاذ فيصل الكعبي. ذهاب التونسي للمشعوذ حقيقة أصبح لا يمكن التعامل معها كحدث اجتماعي عادي معزول في الزمان والمكان، بل ظاهرة اجتماعية حكم أنه أصبح يمس شرائح عمرية مختلفة، يمس فئات اجتماعية كذلك متعددة، حكم يعني نلقاوهم موجودين على صفحات التواصل الاجتماعي، أو قارئ فنجان أو قارئ تارو أو قارئ كف، يعني العبيد تتفاعل معهم لزابونين تاعهم بالألاف، يعني مش حكاية بسيطة وعادية. كذلك نلقاو وسائل إعلام تقليدية مثل التلفاز وبعض القنوات يعملوا لهم في إشعار ويروجوا لهم، فهذا يعني أصبحت ظاهرة خطيرة يجب الوقوف على أسبابها وإيجاد حلول ناجعة عليها. مع الأسف اليوم الشعوذة ولات حاجة من الدولة برشا في تونس، نشوفوها ولات ماخذة صيغة قانونية، ناس حال مكاتب وحال مرافق تستقبل فيها في العبيد. معناتها لهنا يلزمني نفيق الوعي عند العبيد كيفاش ناس توصل، معناتها اليوم تصدق في القرن 21 كيفاش تصدق ناس دجالة. الشعب نقصوا برشا وعي ديني، نقصوا برشا تعليم وبرشا إيمان، بيعرف المستقبل يولي يمشي المشعوذين هذوما، ساعات الإعلام يشجعهم بطريقة مباشرة ولا حتى بطريقة غير مباشرة، ساعات الإعلام يجيبهم يعملهم في ببليسيتي، فما برشا عباد جيت تتفرج تمشي لهم. تو مثلا في رأس العام ديما يجيبوا منجمين في برشا قنوات في التلفزة ويعطيهم قيمة أكثر من لازم، والعباد تبدأ تتبع فيهم وتبرتاجي وتتفرج وليه والعباد تصدق. المشكلة فيهم العباد تصدق وتقول لك هاو بشي يصير لي كذا، تونس باش تتولي كيف دبي، ويجيك الاخر ويولي ويتوقعوا في الكورة واش باش يصير في الكورة، الفريق هذيك باش يربح بس تصير لك مشاكل، وهي ذي الكل حكاية فيها.
موضوع الدجالين والمشعوذين كثر برشا في الفترة الأخيرة، على خاطر القاو الأرضية والقاو العقلية والقاو العبيد اللي تقبل عليهم وتصدقهم. الحقيقة أنا من الحاجات اللي نكرههم، ما نحبش حتى نسمعهم ولا حتى نشوف لي زانونس اللي مالين الجرايد وفما قنوات زيدا قاعدين يعديوا في لي بوبليسيتي نتاعهم. أنا الحقيقة كونتر، على خاطر إذا كان فما حاجة راهي مكتبها ربي وكذب الملجمون ولو صدقوا. رجعنا لكم من جديد. كانت هذه بعض الشهادات في ميكرو الحياة فيم. من جميع الشهادات يظهر للمواطنين اللي خذيناها ما احنا في الميكرو تروتوار كلهم ما يمنوش وإلا ما عندهمش ثقة في المشعوذين. قبل ما نبدأ معاك أستاذ تعليقك على اللي كنا نسمع فيه، خلينا نعرفوا للناس اللي يسمعوا فينا الشعوذة هي شنو، تعريفنا للشعوذة. الشعوذة هي نوع من التفكير السحري. التفكير السحري هو الغير المنطقي، ما فماش سبب لحدوث حدث معين أو فكرة معينة، وننسب هالحدث اللي مش يقع ذا لأشياء غيبية، أما الجن ولا أرواح أخرى طيبة ولا شريرة. في حياة الإنسانية منذ بدأت الإنسانية موجودة هالتفكير ذا، لأنه الإنسان في أول التاريخ كان يتعرض لضغوطات كبيرة، ضغوطات الطبيعه ومخاطر كبيره كما الاشياء الطبيعيه، الرعد والرياح، اشياء مش قادر يسيطر عليها ومش قادر يفهمها كيفاش تصير هالاشياء. اذا لا تحدث عنده شويه قلق وخوف، باش يواجه القلق يمشي بتفكيره الى نسبه هالاعراض، هذه العوارض الطبيعيه والمخاطر في الغابه ومخاطر في حياته اليوميه، إلى أرواح أما شريرة ولا طيبة، ويصبح الأرواح هذه يتقرب لها باش يلطف من سخطها، يتقرب لها بالقربان. من هناك جات تعدد الآلهة، ولا ودائما التفكير الشركي عند الإنسان قبل ما تجي الأديان كان دائما يصور الآلهة على صور أما حيوانات ولا أشياء تخوفه في حياته. من هنا جات فكرة الأديان. الأديان رب العالمين بعث أنبياء باش يعطي للإنسان تفسير للظواهر الطبيعية، تفسير لحياته اليومية، يعطيه معنى لحياته مرتبط بإله واحد ومرتبط بتطمين. جاي الأديان باش تطمن الإنسان وتعطيه تفكير متناسق لوجوده في الطبيعة. لكن رغم هذا، رغم إرسال الرسل، فما استهواء أو بعض المشعوذين كما مع موسى السحرة واللي يحاولوا يعطيوا تفسير للإنسان باش يستغلوهم، أو يدخلوا في المعابد، يدخلوا في المساجد، يدخلوا في الكنائس ويغيروا دين الله باش يردوه في خرافات يسترزقوا منها هما، يحبوا يسترزقوا من الخرافات اللي ينسبوها للدين. وهناك وين يشوهوا الدين ويضطر رب العالمين أنه يبعث رسول آخر يجدد الدين ويجدد. هذا علاش تعاقبت الأديان وتعاقبت الأنبياء، لأنه كل نبي يجي يحاول يصلح ما أفسده الإنسان. التجار الدين فسدوه في الدين باش يسترزقوا من الدين. هذا الفكر السحري موجود في حياة الإنسان كإنسان من سنتين، من اللي عمره سنتين إلى 7 سنوات، تسمى ستاد بري أوبيراسونيل، قبل ما يبدأ يفهم يعمل مفاهيم للعالم ويفهم العالم اللي حوله. حال ما يبدأ يتكلم الطفل من سنتين إلى 7 سنوات تفكيره مسبوغ بالعقلية التفكير السحري، لا بونسي ماجيك، يفسر كل شيء، يقول جاتني فكره انه المطر مصب، يفكر انه كل ما افكار اللي تسي في فكره يمكن تحدث اثر في محيطه. المشكل في التفكير الفكري هذا عند الطفل بعد تحدث له بعض الاضطرابات النفسيه، لو تفكيره صادف وأنه صادف الأحداث البرة وتكون الأحداث سلبية، افتراضا عنده عداء تجاه والده
وصادف أنه والده لقدر إلهي توفى، يفكر أنه وفاة والده أو وفاة شخص آخر بسبب تفكيره هو، تحدث عنده نوع ما من عقدة الذنب وتصبح ترافقه طول حياته. اللي يلطف به ربي أنه الأحداث اللي تصير برا ما توافقش تفكير الطفل، هكاك تمر بسهولة. لكن نقول عقدة الذنب يمكن تلتصق ببعض الأشخاص من خلال هالتفكير السحري اللي رافق الإنسان من سنتين إلى 7 سنوات. آخر حاجة باش التفكير الشعوذي هذه والتفكير السحري يجي وعند الإنسان، وهذه الأرضية علاش اليوم التوانسة يمشوا برشا للشعوذة. التفكير السحري لما نعقل في تفسير ظاهرة معينة علميا وعقليا نلتجأ إلى التفكير السحري تلقائيا ما غير ما نشعر. إذن التفكير السحري جاء باش يعطي معنى لأشياء تقلقنا، كما قلت بكري جات الكورونا قلقت برشا ناس لأنه فيها الموت وفيها أحداث. لو تتذكر فترة الكورونا الناس كيفناش كانت تعطي تأويلات، واحد يقول هذا غضب الله على الإنسانية، والآخر يقول لا الكورونا واحد يقول مش موجودة بالكامل ينفيها، والآخر يقول لك يكفي باش تقرأ الفاتحة الصباح وتخرج محصن أنت بالقرآن، إذا ولا كورونا ولا بافات ولا يكفي باش تقرأ القرآن باش تخرج. نعطي تفكير سحري لبعض السلوكيات، إما باش ننفي الخطر اللي قلقني أو باش نسيطر عليها الكنترول، نسيطر على الفكرة اللي تقلقني بتفكير مشعوذ. أو تذكروا كلنا نذكروا رئيس الحزب اللي خرج وقال إحنا لقينا الدواء لأنه تفكير ديني متخلف مشعوذ، لقينا الدواء وإحنا مش نطلق الدواء لتونس ومش لازم الفاكسان ومش لازم عباس بيو قال يعطي هذه الشعوذة. الشعوذة أنك تعطي فكرة سحرية لا تمس بصلة لا للعلم ولا المنطق ولا المنطق العلم ولا المنطق، وتجيب تقول عندي اختراع ما عندوش علاقة بالمنطق وبالعلم ومش نداوي به. إذن الشعوذة هي دائما الأفكار اللي تجيب باش تطمننا أمام حدث مقلق في حياة الإنسان. وبما أنه التوانسة اليوم عايشين ضغوطات اجتماعية وتكلمنا على ستريس في حياة الإنسان كيفناش اليوم في تونس، أحداث كثيرة تقلق الإنسان. الإنسان قلق على مستقبله، قلق على حياته الاجتماعية، قلق لنقص المواد الأولية، قلق لارتفاع الأسعار. القلق بشكاير في تونس. أمام القلق هذايا ولأنه ضعف، وهذايا قالوه في الميكروتوتوار، ضعف الثقافة الدينية وضعف الإيمان، ضعف التعليم والجهل المتفشي. وباركونتر سامحني استاذ، راهو في بعض الاحيان نلقاو ناس مثقفه واعيه وتمشي للمشاوره. هذا نختلف فيه، مش مثقفه واعيه، انسان ناس متعلمه والمتعلمه ليس مثقف. فما ناس متعلمين وماخذين دكتوراه ولكن غير مثقفين، لانه العلم اللي نعرفوه في المدارس يحفظ الدرس يمشي عادي به امتحان لا يغير في الإنسان شيء. الثقافة شيء والعلم شيء آخر. في ناس كثيرة تدعي العلم وهي صفر، لا تعرف شيء من العلم، عندها دبلومات في ميدانها، خارج ميدانها ما تعرف شيء. إذن ناقصين ثقافة عقلانية، فكر عقلاني وتفكير عقلاني منطقي، ناقصين ثقافة دينية لأنه الدين الإسلام دين عقلاني، دين لا ينافي العلم، دين لا يلغي العلم. فما ناس لا عندهاش علاقة بالدين وبالإسلام وهي موجودة في المساجد، يمكن تطلع تعمل خطب في المساجد وهي لا علاقة لها بالمنطق ولا بالدين الإسلامي، وتجيب خرافات تفكر أنه الدين الإسلامي يكفي باش تجيب شكارة من الخرافات، بعضها يسميوها إسرائيليات جايبينها من التوراة، ويجيوا يبروا بها العلم. الدين الإسلام دينه عقل، دينه علم، واللي ما يمنش بالعلم وبالعقل لا علاقة له بالإسلام. إذن أنا نقول اليوم التوانسة فعل ثقافة غياب ثقافة، حال ما تكثر يكثر ستريس ويكثر الضغط
الاجتماعي والاقتصادي والمهني والمستقبلي، ولا يلتجئوا أو يكونوا لقمة سائغة لأي مشعوذ يحل الباب ويقول أنا النجم نقرأ لك المستقبل، النجم بورقتين كارتة نقول لك اش مش يصير فيك ومش يجيك رزق ومش بيع الأوهام. هذا يا إسان، أنا للنكتة كنت في باريس والمغاربة يستعملوا كثير، واحد وقفني باش يوقفني ويجلب اهتمامي قال لي مش تجيك برية، البرية هي الرسالة. ملي قال لي مش تجيك برية مش يقول لي شنية فعل البرية، قلت له أنت توا ماك تقرا الغيب ومش جيني برية، قريتش في الغيب أني أنا ما نمنش بيك قبل كل شيء، لأنه يدعي الاطلاع على الغيب لكن ما ادعاش ما قراش أني أنا مشني ولا كان مفروض أن ما يوقفنيش. على كل أنا المسألة كل لأنه أمام الضغط والقلق هذا سبب الإنساني القلق وغياب المعنى لبعض الأحداث يخلي الإنسان ينساق إلى هذا التفكير السحري المشعوذي ويفتح الأفاق للمشعوذين. أوروبا ملآنة بالشعوذة اللي مربو وقراء الأوراق وقراء الحظوظ موجودة، تقول لي ها أوروبا ما قارين وعين، نقول لك القراية والسعة المالية أو السعة الاجتماعية ما تنفيش على الإنسان الجهل بهالكون هذا كيفاش يصير وهذا علاش الدين يفسر الكون هذا، قواعد القوانين اللي تسير في العالم، القوانين اللي تسير في الدنيا، القوانين الاجتماعية، فما قوانين وهذا المنطق بالمنطق قادرين نفهم كل ما يجري، حتى الأزمة الاقتصادية في تونس نجم نفهمها على ضوء القواعد والقوانين اللي تسير في العالم، أما لما ننفي القوانين وننفي العلم نكون عقولنا معناها مضغة سائغة لكل مشعوذ يمر علينا. باهي استاذ، احنا مازلنا مواصلين معاك النقاش، نعملوا ترتيحه صغيره مع الموسيقى، نعاود نذكر الناس اللي يسمعوا فينا 70 35 120، بعد شويه نبداو في استقبال تليفوناتكم. مرحبا بكم، تلقاو أنس الهمامي في الاستقبال، ما تترددوش اذا عندكم تجربه في الموضوع هذا كلمونا. مرحبا بكم. منتدى الحياه، منتدى الحياه، رجعنا لكم من جديد في منتدى الحياة، مازلنا مواصلين معكم التليفون البرنامج والتليفونات، أكيد باش نستقبلوا تليفوناتكم، وبدينا باستقبال مكالماتكم الهاتفية. معنا بالتليفون مدام صباح، مرحبا بك على موجة الحياة فين. عسلامة وتحياتي للعاملين في إذاعة حياة فام الكل، وتحية لك أنت زادة مدام سماح، يعطيك الصحة على اتصالك بينا. ما نعرفش بديت تسمع فينا من بداية الحصة، عندك فكرة على الموضوع اللي طرحناه اليوم؟ اي صحيح، والله انا حبيت نتدخل على خاطر هذه ظاهره كبيره في المجتمع، وانا الحقيقه الاستاذ اللي معاك معاه في جوانب وفي جوانب لا، خاطر كي مش ينكر يقول مثلا انا ما فماش جن وفما هذه راهو موجود وموجود في القران، ولكن احنا شنو اللي يلزم يكون موجود؟ يكون فما وازع ديني اللي يخلي الانسان يحيد عن اشياء هذه. صحيح ينجم يكون فما ضرر، لكن احنا نجم نداويه بالقران. مثلا انا عندي المعوذتين، علاش انا مسلم نقرا قل اعوذ برب الفلق الحمد وقل اعوذ برب الناس، بحاول الله يكون ربي معي، نحاول نتجنب الشيء هذا الكل. وللاسف احنا ظاهره خاصه في المده هذه والجمعه هذه، سمعنا بحكايتي بالقاسم هذه اللي غطات على الحكايات الكل والناس كلها لامت عليه، هو بالقاسم الشخص هذا ما لموش يعني كنساء اللي تبروه الوقت اللي هما زادة ندينوهم اللي هما عملوا الشيء هذايا، وخاصة عملوا فعل فاحش، مش فقط انها مشيت اخذت حجاب ووقفت عند غادي، هي وصلت الامور زينة. بيه احنا مدام سمحني يا على كل انا ما انكرتش مسألة الجن وما انكرتش الارواح وما انكرتش، قلت استعمال الدين بغير عقل هو بحد ذاته يوصل لحكاية بالقاسم. هو لما فما ناس تستعمل القرآن باش تسحر، فما ناس تستعمل القرآن باش يشعوذوا، أنا هذا اللي قاعدين ندوا فيه، مش نقولوا هذا التدجيل، هذا هو. أما كتستعمل القرآن ورب العالمين أعطانا مواصفات لنستعمل الدين،
قلت كيفناش نستعمل الدين بعقل بمسؤولية. هذا هو الدين عمره ما كان شعوذة، الدين عمره ما كان كذب على الناس ومعناها تنشر الفساد. مش يستعمل في الدين للأسف، الاستعمال يستعمل. مش في الدين، فما حاجات أخرى يستعملوا فيها إيه، وفما ناس تضرر، لكن يستعملوها دائما لغطاء الديني، غطاء الدين ويدخلوا فيها حوايج أخرى. كل واحد وجه الباب، وراكم واحد وجه الباب اللي يلبسه، ضروري اللي يغطى به نجم يقنعك الإنسان وينحيه فليسات. ضروري أن الناس تستعمل العقل. رب العالمين طلبنا، عرض الأمان على السماوات والأرض والجبال فأبينا وأشفقنا منها وحمل الإنسان فكان ظلوما جهولا. إذن الإنسان اللي يحمل المسؤولية بجهل يظلم نفسه، يظلم نفسه ويظلم الآخرين. أنا ندعو للمسؤولية وللعقل باش نكونوا على نفس النطاق. هذه يا أستاذ سامحني قطعتك، هذه مسؤولية مجتمع كامل، تبدأ مسؤولية الدولة، السياسيين والحكام نتاعنا يلزم يكون فما الدين كيفاش تقري تربية إسلامية. دخلوا ما سيبش محور هكا ودخلوا الموضوع توعية، خاطر هذاك كالطفل ينزم أنت تكون قاعدة القسمة. دم سامحك تنجم تبدل بلاصة إذا كان فما مشكلة متاع ريزو باش نكملوا نسمعوا فكرتك. نسمع فيك أحنا. أيوة للأسف ينزم أنت تسميد هذيك. أول حاجة ينزم تعملوا الحصانة، تعملوا ثقافة باهية، ثقافة دينية واضحة، مش تجي تعطيها. احنا قرينا في الليسي وللأسف ساعات تلقاها معلومات بعيدة على المجتمع وعلى الواقع نتاعنا. أخويا خليه حاجة ملامسة للواقع، جبانه حتى بالدارجة مش مشكل، أما المفيد هذاك أبدأ بهذاك. أختي سامح أنا مش نغشك مرة أخرى، معليش أنه لا لا المسألة كلها أنه اللي تقول فيه صحيح، ومسؤولية الدولة والنجم نقوله الغدوة، نقوله الغدوة المسؤولية الدولة. أوكي الدولة مقصرة، انت هل عليك يا اختي سماح، هل عليك انه الدوله قصرت؟ انت ما تعرفش دينك، ما تعملش جهد باش تمشي تعرف دينك وتعطيه لولدك. شفت احنا قعدت انت على سماح وانت تحكي على المجتمع، حتى في الجوره موجود الشيء، حتى جوره انا اختلت قد اسبانيول قد توريستيك وفي اسبانيول موجود الشيء. قلنا اللي احنا موجود راه في مختلف الدول. كنت تقول فيها بكري، كنت تقول فيها بكري انه موجود، كنت أقول فيها سيدنا موسى كي قالوا ألقي بعصاك وشنو علاش، خاطر المجتمع اللي جا فيه مجتمع فيه السحر، مش يحاربهم بنفس اللي يعملوا فيهم. خلينا نرجع باش نستفادوا، نستفادوا هذه مسؤولية كاملة. أنا نستفادوا، نحبوا نستفادوا للمجتمع، نستفادوا ونفيدوا المجتمع من مداخلتك نفيد بها الآخرين. إذا المجتمع قصر والدولة قصرت ما تنفيش مسؤوليتك انت كشخص باش تمشي بالطبيعة. ما نهربوش مش هذايا، ناس راهي مش كلها راهي عندها نفس درجه الوعي، مش كلها قاريه، مش كلها مخالطه. فما ناس راهي معناها مسكين من مسكينه ولا مسكينه مصغره. اختي سماح شمت يلزم فمت حتى هكا بالمذياع في الراديو. مدام سماح اسمعني، اسمعني مدام سماح، بأحنا نتفهم وجهة النظر متاعك، يعطيك الصحة على مداخلتك معنا. تكمل تسمعنا للآخر، فما زاد برشا وجهات نظر متاع ناس يسمعوا فينا باش يدخلوا معنا وتختلف وجهة النظر. قل لي فما حكاية يقولك إذا عطاك العاطي لا تشاطي لا تباطي، هذه غنية حطوها ديما على خاطر أول باش يعطيه ربي حاجة وش يكتبها له. يلزم ماذا به يحيد، ماذا بينا المجتمع يكون مجتمع سليم ومجتمع نظيف، وربي باقي الستر وربي يهدي. يعطيك صحة مدام سماح، شكرا لك لمداخلتك معنا. بعد شوية كما قلت نستقبلوا التليفونات أخرين، نرجع معك أستاذ فيصل نحكيه على الظاهرة هذه. أنا كنت قلت لك بيع الأوهام، بيع الأحلام للناس خاصة اللي عندهم مشكلة. احنا نعرفوا لي ديما الإنسان في حاجة دائمة للبحث على حلول لأزمات، ومهما اختلفت الأزمات والمشاكل اللي يعيش فيها دونك يلقى هالمشعوذين هذوما هما الحل لبعض الأزمات. أحد الأشياء النفسية اللي تجعل توانس اليوم وكل المجتمعات كل تلتجأ إلى الشعوذة هي الشعور أنه ضحية، إحنا ضحية. الضحية علاش يلوج دايما؟ يلوج على منقذ، شكون ينقذه؟ ولهذا يمشيوا للمنجمين ولا وللسحرة باش ينقذوهم من الوضع اللي هم فيه. أنا دائما نحاول في البرنامج هذا نغير المعتقدات السلبية. يا أولاد الناس رانا مسؤولين ومشنا ضحايا.
إذا الآخر ما عملش واجبه، الدولة، المجتمع، المدرسة ما عملش واجبه، علينا واجب إحنا أن نقوم بواجبنا في توعية أنفسنا، وما نشعروش بنفسنا ضحايا، ما نبقاوش نتشكيو المجتمع ما تخلفوا بيعوا الناس نبقاو نبكيو. وهذه سمة ما نسميها ثقافة التشكي، سمة المجتمع اليوم في تونس أنه يتشكى من كل شيء. عوضا نتشكى نحاول نحمل مسؤوليتنا، نقول أنا إذا المجتمع الكل جائف لا سمح الله، ومش هذا الواقع، إذا المجتمع الكل جائف أنا علي أن نكون واعي. إذا المجتمع الكل يمشي للمشعوذين، إذا التلفزة تجيب في أول العام تجيب المشعوذين وتعمل لهم إشهار زيدا أنا نكون محصن نفسي بالعقل، ونقول هذا كله كلام فارغ، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا إيمان، هذا الإيمان بالله أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. إذن مش لازم تمشي للمشعوذين ولا للسحرة، ما يفيدش. هو أستاذ فيصل مش بركة يمشي للمشعوذين باش يتنبؤوا بالمستقبل شو مشي سيرلهم في المستقبل، ولكن فما ناس تمشي للبحث على حلول المشاكل. نعطيك إكزامبل، مثلا الناس اللي ما تخدمش، اللي يتأخر سنهم في الزواج ما تزوجوش، اللي عندهم مشاكل في الإنجاب وإلا مشاكل صحية. فما ناس اليوم ما تمشيش للطب راهي، هذا هو تختار الطريق متاع الشعوذة. الأسباب العقلية والعلمية لحل المشاكل، عندي مشكلة إذا ما نستعمل عقلي أو نستشير ذو الخبرة والعلم، نمشي للطريق السهل، نقول فما أرواح طيبة ولا شريرة، فما ملائكة ولا شياطين قادرين يدخلوا ويسهلوا للعملية دي. هذا التفكير الشعوذي، التكوير السحري، أنه بقدرة قادر هكا اللي مشيت المنجم، مشكلتي مش تلقى حل، بينما هو رب العالمين يقول اسعى يا عبدي. السعي والجهد، والجهد مش جهد العضلات، جهد الفكري. ألكم أعين تنظرون بها وأذان تسمعون بها، أقرأوا القرآن وتشوفوا الكلام العقلاني، رب العالمين يدعو إلى العلم، إنما يخشى من الله من عبادي العلماء. العلماء هم اللي يخشوا رب العالمين أكثر من المشعوذين. إذن القرآن يحثنا على استعمال العقل واستعمال العلم. أنا مع الدين الإسلامي الحق اللي يستعمل العقل، مشني مع كل المشعوذين. والدين الإسلامي جاء باش ينفي كل السحرة والمشعوذين. أنا ما قلتش السحر مش موجود، مذكور في القرآن، وهاروت وماروت في بابل كانوا ملكان كانوا يعلمان السحر، وكل ما يعلم حد السحر يعلمون ما يفرقون بين المرء وزوجه. كل ما يعلمه إنسان سحر يقول له رأي ذي فتنة، رد بالك رأو صحيح، هذه أشياء تسحر وتنجم تعمل أشياء خارقة، لكن ذي فتنة ويعاقب عليها رب العالمين. إذن السحر موجود ولا أنت فيه، لكن نقول أنه رب العالمين بالقرآن أعطانا حصانة، أعطانا كيف نحصن أنفسنا بالعقل وبالقرآن لكي لا نضر ولا نضر لنضر بالشعوذات هذه والسحر. ولو تلموا السحرة كل في العالم مش قادرين يضروك بشيء بسيط، لأنه رب العالمين أبطل سحرهم وأبطل عملهم بتحسينات العقل وبتحسينات العلم وبتحسينات القرآن. باهي أستاذ فيصل معنا بالتليفون تسنيم، مرحبا بك على موجات الحياة تفهم. تسنيم مرحبا بكل مرحبا بك. كنت تسمع في الأستاذ فيصل في تعليقه على الشعوذة هذية والحديث عن بيع الأوهام والأحلام. الناس اللي عندها مشاكل اليوم وليت للأسف حتى مشاكل صحية، اليوم راو نحكيه على ناس تعاني من أمراض نفسية وإلا جسدية، وليت تخير أنها تمشي للمشعوذين هذوما في عوض ما تمشي للطبيب وإلا مختص وإلا معالج نفسي. ليه اليوم الناس وليت تخير أنها تمشي للمشعوذين هذوما؟ هذا على مستوى المشاكل الصحية، كيف زاد المشاكل الاجتماعية، البطالة، الفقر، تأخر سن الزواج في تونس، هذوما الأسباب اللي يتصدروا أسباب الإقبال على محلات المشعوذين والعرافين والدجالين. شو رأيك أنت ساعة في الظهرة هذه يا تسنيم؟ هو بين جديدما هي ظهرة ولت منتشرة في تونس برشا، ولينا كل مرة نسمع حكاية من نوع هذية، والحكايه ما عادش مقتصره على ناس احنا قبل كنا نقولوا
أنقديمين نسيش خليني كل الجهلة أو الناس اللي ما همش قادرين أو هما اللي يمشوا المشعوذين على خطير سوا ما عزيزة نحكيوا على الطقم بعد ساعات ورينا نسمع على ناس عندهم مسيا وعندهم ليسانس وناس قادرين معناها وبالكدي وعندهم دي بوست ولبس عليهم إتتغا يمشيوا يلتجؤوا للمشعوذين ما عادش نحكيوا على المشكلة متاع الجهل وقت اللي هو حتى الجهل راهو زيدة مش معناه إنسان مش قادر يعني نجم يكون إنسان قادر و وجاهل دونك احكي هذه النقطه اللي كان اشار لها الاستاذ فيصل الكعبي في بدايه الحصه نجم يكون عنده دكتوراه هو جاهل يعني التكوين الاكاديمي والدراسه بعد البكالوريا والا قبل راهي ماهيش ريبير نتاع باش نقصوا بها وعي الانسان كما قال الاستاذ فيصل نجم يكون عنده دكتوراه نجم يكون عنده ليسانس ماستر ولكن تلقاه يمشي للمشعوذين هذوما دونك هالشهائد العلميه راهي ما تنجمش تكون ريبير باش نقصوا بها وعي الناس هو للاسف في بعض الاحيان في التعليم التونس سيمه التعليم في تونس انه ما يعلمش الانسان يستعمل عقله يعلموهم يحفظوا عن ظهر قلب الدروس يعدوا بها الامتحانات ويتعداوا حتى لنا إذا استعمل العقل بغايب بالكامل منظومة التربوية في تونس للأسف اللي كنا ديما في منتدى الحياة نعملوا إشارة للمشاكل والنقائص اللي موجودة في منظومة نقول الجاهل التربوية الجاهل هو من لا يستعمل عقله بعيدا عن الشهادة اللي عنده وإلا المستوى التعليم به نرجع لك تسنيم يكمل لنا فكرتك دونك وهو احنا راهو في تونس في الخلفية حتى نتاعنا ديجا تعرف انتما قبل عنا هكا في الخلفية الثقافية نتاعنا في لاغيا فرونسي قبل تعرفوا الناس تمشي للزوايا وتتبارك وتتغا يعني الحكاية هذه او الالتجاء للقوى الغيبية او منعرفش كيفاش باش نسميها انا عنا صحيح القوى الغيبية ولا عنا احنا موجودة هذه ووقت نحسوا برواحنا عاجزين نرجع ديجا للنقطة اللي قلتها من الأول دونك العجز أو الإنسان كيف يحس روحه عاجز يحد يلتجأ الحاجة باش تتنفذ له مطالبه في الدنيا دونك هذا ما عندوش حتى علاقة بالنيفو انتلكتويل نتاعو وإلا هو عنده علاقة بكيفاش يخمم دونك هنا وين نحكيو على جهل اللي أنا قلته بكري ونحكيو زادة على ضعف الإيمان الإنسان يمشي للمشعوذ ويمشي للبحار ويرى انه ما عرفش الحكايه اللي طلعت ديغنيغ مون تاع الجسم تتغا من الطاهر ولا ما عرفش شنو ولا البخور ولا حكيت هذيك الكل يراها ان تنجم عندها امباكت على حياته او تنجم تستعمل حاجه ويسحب في العباد ودينا ديجا موجه نتاع كذا تفكروها اي في تنظيف المقابر اي في المقابر فوالا تتغا دونك هنا انا واحده من الناس ما عندي ما نقول نحب نشوف في حقيقه انا ما عنديش حد في الانتوراج نتاعي ما نعرفش حد هكا مشي للمشعوذ او حاجه كيما هكا ولكن هنا قاعدين فين في الغيزه تشو نحب نشوفهم الحقيقه كيف يخموا كيفاش شنو هو الحاجه اللي يرتكزوا عليها باش يوصلوا معناها المشعوذ ولا ما تطرحش قدامك الموضوع هذايا مره هكا مثلا ناس قاعده تمشي للمشعوذين حتى مش من الانتوراج اللي انت تعيش فيه بعيدا عن العائله والا زملاء في العمل كما قلت انت حتى في الفيسبوك نلقاو في الجروب ناس تحكي وتشجع ويسميه مثلا من المشعوذين هذوما يقول لك راهو عنده يديه تجمد الماء كما نقولوا احنا بالمفهوم التونسي برشا اليوم في الفيسبوك للاسف يحكيوا برشا ويشجعوا كما قلت انا في اول الحصه حتى فما اليوم في بعض وسائل الاعلام اللي يعملوا بيبليسيتي للمشعوذين ولل اللي يسميوا روحهم بالحكيم الروحاني برشا تسميات برشا تسميات اليوم المواطن يلقى روحه فاقد الثقه في ما نعرفش انا في ساعات يقول لك ما عنديش الثقه انا في الدوله باش نلقى خدمه هذا راهو من الكلام اللي يقولوه بعض الشباب اليوم ما عنديش الثقه انا في الدوله باش تلقى لي خدمه نمشي المشعوذ ينجم يعمل لي منعرفشنا الشعوذه هذيا اللي تختلف زاد الاشكال نتاعها وطرق المعالجه كما يسميوها ينجم يلقى لي خدمه ولا ينجم يلقى لي حل المشكله اللي انا نعاني منها بعض مرات ما تتطلبش براعه كبيره باش يكون مشعوذ ما يسمى في المغناطيس يقولوا التنويم المغناطيسي تسمى الايحاء الذاتي او الايحاء بعض مرات يوحي يعطيك كلمات يسحر بها العقول يسحر بها كما في الغراميات الخطيب والحبيب يسحر حبيبته بكلمه نوع من انواع الشعوذه هذا زاد لا سيح. مش شعوذه هي شنو هي طريقي لا بونسي ماجيك قلت لك بكري التفكير السحري
هو أنه عندنا قابلية، ما قلت لك مرحلة من مراحل النمو الشخص من 2 إلى 7 سنوات، بعض مرات ننقص أو نرجع من تفكيرنا العقلي إلى هذه المرحلة من العمر ونتبهر بالانبهار. هو نوع ما من السحر، منظر يسحرني، طفلة تسحرني، كلمة تسحرني. كلمة السحر هي اللجوء إلى الانبهار أو الإعجاب بشيء ما غير ما يكون عنده منطق يتفسر. هذا هو يعني دون أعمال العقل. أنا نقول هذه موجودة في كل إنسان. إحنا اللي قاعدين نتكلم الآن وننفي فيها السحر وهالشعوذة، يمكن يجي أمامنا واحد يلقى المدخل إلى هذا التفكير اللي في داخلنا، ويمكن يسحرنا بكلمة يسحرنا. لكن الشيء الفرق بيني وبين غيري، أنا طول ما نرجع نجم يسحرني إنسان بكلمة، لكن نرجع إلى تحكيم العقل، أنه ما نغيبش على عقلي، أني عندي عقل نقدي، نجم ننقد مجمل الكلمات أو الحركات اللي يقولهم لي. كما قالت تسنيم في تدخلها، تقول أنه الشعور بالعجز عند بعض الناس يخليهم يصدقوا أي واحد بصيص أمل، حاجة إيجابية يدغل لهم الأمل أمامهم يصدقوه، ويمكن ينساقوا وراه لأنه حطوا نفسهم في موضع العجز، موضع الضحية. ولهذا هم فتحوا الباب إلى أول مشعوذ يمر أمامهم باش نجم يسوقهم إلى طريق الشعوذة والأشياء الغير منطقية الغير العقلية، ويصدقوها لأنهم يحاولوا يتشبثوا أو بأي بصيص أمل يعطيهم للخروج من المأسق اللي هم فيه أو العجز اللي هم فيه. باهي أستاذ فيصل، ما 3:15 مازلنا مواصلين معكم النقاش، مازلنا نستقبلوا تليفوناتكم على 70-035-120. مرحبا بكم، كلمونا، مازال المشوار معكم من توا حتى للأربعة متاع العشرة. منتدى الحياة، مرحبا بكم الناس الكل. كما قلت مازلنا مواصلين في استقبال تليفوناتكم على 70-035-120. موضوعنا لليوم الشعوذة وإقبال التونسيين اليوم على المشعوذين بأعداد كبيرة برشا في تونس. ظاهرة قاعدة تتفشى نهار بنهار، وكنا أثرنا الموضوع هذا بعد التحقيق اللي كان صار في الحقائق الأربعة، في برنامج الحقائق الأربعة، البرنامج الاستقصائي اللي رجع على موضوع المشعوذين في تونس وأثار الموضوع هذا اللي أحدث بعد هذا الكل جدل. معنا بالتليفون هيلا، مرحبا بك على موجات الحياة فام. عسلامة، مرحبا. أكيد نشكرك على الموضوع اللي طرقته، اللي هو موضوع الساعة، واللي أكيد يمسنا الناس الكليكية حتى في حياتنا اليومية وفي علاقاتنا بصفة عامة. بهي نقدم روحي هيلا من سوسة، نتبع فيكم، يعطيكم الصحة أكيد على برامجكم وعلى المواضيع اللي قاعدين تطرقولها. بخصوص التونسي والمشعوذ، راهي ظاهرة قديمة جديدة ومتجددة وما زالت متواصلة، بويسك أني حتى في حياتي اليومية في الكلية راه في زميلات وزملاء يقصدوا مشعوذين ويتبعوا في دي جروب فيسبوك ولا دي باج فيسبوك، ويحكيوا على التاغو ويحكيوا على بصفة عامة. من العبيد تحب تعرف المستقبل ديما بالنسبة لهم بابي مش واضح، دونك الخطابك العاطفي اللي باش يمسهم مش عطيهم ممكن موجات ايجابيه، كونهم حاجه مخبيهم مستقبل يحبوا يعرفوه، ديما عندهم لا فولونتي مش انهم يشوفوه ويكتشفوه. ويبقى المشاهد عندهم طرق ممكن لك تجذب العاطفة والخطاب الوجداني العاطفي اللي تجذب الطلبة اللي احنا نورمالمون نجم نقول لهم مستواهم عالي ومستواهم راقي نورمالمون، اللي يفهموا الخطاب العقلاني والخطاب المنطقي، علاش يطيحوا في مأزق كيما هكا؟ ممكن خاطر المشاهدين يعرفوا يلعبوا على الكوتي الحساسة متاعهم، يعرفوا نقاط ضعف الخطاب العاطفي كيفاش يجبدوه الطالب ولا يجبدوه المواطن بصفة عامة. باهي هيلا، سامحني سؤال صغير. اليوم الطلبة لزملائك اللي يمشيوا للعرافين والدجالين بهدف شنو مثلا؟ شنو الأسباب حسب تقديراتهم هما بالطبيعة اللي تخليهم اليوم يمشيوا للمشعوذين؟ مثلا دور امتحانات، ماذا بيهم يعرفوا زعما الامتحان تجي سهله مش باش تجي سهله، زعما باش ينجح زعما مش باش ينجح، اسكو التاغو في والطاقه بصفه عامه في صف الفتره هذه
ولي دونك حاجات كي من هكا، ولا مثلا تلقاها عندها خيبات متعدده، خاصه نقولوا كوتي عاطفيه، كوتي مثلا في القرايه، في علاقاتها، في العائله، دونك يحبوا يشوفوا. فلسا حتى الاسباب اللي يقولها لهم هاو مسحوره هاو ما عندك تعطيل هاو ما نعرفش شنو، تحسوا يجاوب لهم ممكن الاجابه حتى على الايجو نتاعهم، انا يجي يجاوب لهم على حاجات ممكن ما تكونش واقعيه ومش صحيحه وصوت وصوت مش صحيحه، اما ماذا بيهم، ماذا بيهم يلقاو تيعلى ولا شماعه هكا يعلقوا عليها فشلهم ولا يعلقوا عليها العدم التوفيق نتاعهم في نقطه معينه من حياتهم. باهي هلا تقعد معنا ما تعلقش تليفون، خلينا نسمعوا راي الاستاذ فيصل الكعبي المختص والمعالج النفسي. شنو رايك استاذ اليوم؟ مرحبا هلا ومرحبا بك في البرنامج، وبارك الله فيك على على المداخله هذه والوعي اللي تبسط به الموضوع. انا قلت في اول البرنامج انه اللجوء الى الشعوذه دائما امام حال تقلق. لما الإنسان ينتاب قلق معين من مستقبل، من حاضر، من ماضي، ومش قادر يلقى له معنى ومش يلقى مش قادر يلقى له جواب، وطبيعة الإنسان أنه يسيطر على وضعه. لما تكون الطلبة اللي تحكي ليهم أمام قلق الامتحانات اللي جاية، ويحب يكون عنده كنترول، يحب عنده سيطرة، يحب عنده طمأنينة للقلق هذا، وهما فتحوا نافذة هالقلق هذا اللي الهشاشة اللي يحدثوها في أنفسهم ويعمقوها، هي أرضية سهلة للمشعوذ، أي مشعوذ يمس هالجانب القلق هذا ويجيب لهم كلمات تطمن في الموضوع اللي هم حاملين فيه القلق، يغيب العقل متاعهم، ما عادش عندهم عقل نقدي للأمور، يوليوا الجوب معناها يستوعبوا كل شيء، كل شيء كل شيء يتقال لهم. ما كنت نحدث في سوار في الـ في الـ في الاوف، فما ما يسمى ليبنوز، هذا علم اليوم يدرس، هي القدره على الايحاء، انك توحي للاخر ولو تحكي له امور غيبيه وما عندهاش علاقه بالعقل، تحكيها له، فما طرق لانك تدخل من منطقه الهشه، فما طرق باش تخلي الاخر يستوعب كل ما يتقال، يعني الأرضية مولينا ولا الهشة. نعم هذا طول خاطر نحسهم مقتنعين أصلا بالكلام اللي يقولوا لهم ويأخذوه مسلمة، معناه غير قابل للنقاش ولا الشك، لأنه يضرب له عطب على النقطة الحساسة لازون أفوغل كما يقولوها، أكل القلق الوجداني من حالة امتحانات، حالة عدم زواج، حالة مرض، حالة يجيه من نقطة الحساسة ويدغدغ له الأمل، وفما طرق للإيحاء اليوم تدرس أو عند الناس كل عندهم القدرة على الليبنوز ذي، هي يقول لك إنسان سحرني بكلامه، فما إنسان قا عنده القدرة على سحر العقول بكلمات، يعرف الإنسان اللي أمامه أهش في المنطقة الفلانية، يجيب له كلمات وبنغمة معينة وبأسلوب معين وبإضاءة معينة، والإيحاء أو الليبنوز هي سان أتموسفير، نخلق الأتموسفير باش الآخر أي كان، ما كما هذا أنا ما شفتوش البرنامج، لكن بالقاسم اللي يقول يبتز في النساء، يحطهم في أتموسفير ويمكن يوحي لهم أنه خضوعهم لرغباته الجنسية هو نوع من التسهيل، الحلول اللي هما يبحثوا لها، ينساقوا من غير ولا مقاومة، مفكرين أنهم الكونتربيو معناه يساهموا في إيجاد هالحل هذا. هذا هو الإنسان مهما كانت درجة علمه، عنده منطقة هشة في نفسه، إذا ما يحتسب لها وما يكونش عنده يصحي في نفسه العقل النقدي، يمكن ينجر إلى أي شعوذة تقع أمامه، أي مغالطة. عندما أقول شعوذة هي مغالطة، إبطال العقل وإيهام الآخر بحلول غير منطقية وغير عقلية. هيلا مازال عندك مضيف في المداخلة متاعك؟ بربي نحب نقطة نشير لها، معناها بالنسبة للمشعوذين نراهو حضورهم ولا معناها بروفيسيونيل، ولو حاضرين على البلاتفورم ديجيتال وقراءات معناها وسائل الإعلام زايدة
وسائل الاعلام زاد فما وسائل الاعلام كامل التحفظ ما قاعدين يعملوا حتى في اشهارات وقاعدين يحضروا في حضور دوري في البلاتوات ويعطيوا في رايهم زاد في مواضيع وياثروا زاد بطريقه او باخرى على اللي كما قال الاستاذ الناس اللي عندهم كل هشاشه هذيك يخاطبوا فيهم العاطفه كما قلت انت زاد هيلا ايوه السوشي كانوا معناها عمل هو ادخل الباش فيسبوك ولا ادخل الايميل نتاع قاره خاصه هذوما تو برشا يطلعوا لي تاغو اي سيت ويب بس تدخل ويقول لك تحبش تعرف لافني نتاعك السوشي نزلت عليه راه شويه لي ماتراكاج نتاع دي ايميل ماتراكاج نتاع دي بوبليسيتي قاعده تهبط لك قاعده تطلع لك معناها حتى لو كان الطالب والا بصفه عامه المواطن ولا الشاب ولا غيره باش يطفي ضو مره الاولى مره الثانيه باش يلقى روحه بهالمدخكاج اللي قاعد يصير ومجر وهذا الجو قلت الاتموسفير اللي يخلقه بالضغط المدخكاج والتنمر هو اللي خلق الجو او وضع الاخر في مناخ في اخر الامور يمكن يخضع ويمكن يصدق ويمكن وهنا لومنا على السلطات العامه انها لا تطبق القانون. لو تطبق القانون يعني بعد مرات نشك أن السلطات العامة من مصلحتها أن المشعوذين يكون موجودين يلهيوا الناس بحلول غير منطقية يلهيوا الناس أمام المشاكل الاجتماعية والاقتصادية على الأقل يتلهاو ويخفضوا نسبة القلق اللي عندهم بالشعوذية وبحلول غير منطقية وسحرية. هو تسويق للوهم بالنسبة للمشعوذ وبحث عن الوهم بالنسبة للمواطن العادي. وهذا هو عايشك يعطيك الصحة هيلا على الطرح بك الله فيك شكرا لك على المداخلة القيمة هذه في البرنامج تكمل تسمعنا لبقية الحصة تكمل اتبعنا انتم زادة نجموا تتواصلوا معنا على 70-35-120 مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى للأربعة في استقبال تليفوناتكم نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ورجعين بدينا نوصل للدقائق الأخيرة من حصتنا لليوم منتدى الحياة كنا معكم من ماضي ساعتين و15 دقيقة تقريبا ووصلنا معكم كما قلت الختام المشوار فرحانين برشا بالتفاعلات اليوم اللي جاتنا على 70-35-120 ونفرحوا برشا ديما وقت اللي تكلمونا وإلا تخليوا لي كومنتير متاعكم وقت اللي نحسوا فما تفاعل مع مختلف المواضيع اللي نطرحوها ديما نعود نقولكم إذا عندكم أي اقتراح إذا عندكم موضوع تحبونا نطرحوه إذا عندكم نقد إذا عندكم أي تعليق يخص البرنامج والمواضيع اللي تم طرحها فيه احنا ديما نفرحوا برشا وقت اللي تتفاعلوا معنا وقت اللي تكلمونا تنجموا تتواصلوا معنا كما قلت على 70-35-120 سينو تنجموا زادة تخليوا ميساجاتكم تنجموا زادة تتفاعلوا معنا باللي كومنتير نحيي مدام روضة اللي قاعدة تتفاعل معنا وتكتب في اللي كومنتير ميسالش التفاعل مهما كان راهو احنا نفرحوا به بالكومنتيرات بالميساجات وإلا بالتليفون مدام روضة مي فيها بيس نستنيو تليفونك هاني نعود نعطيك النمرو 70-35-120 نفرحوا برشا كان تكون حاضرة معنا ونسمع صوتك في البرنامج في مختلف المواضيع منتدى الحياة من الاثنين حتى الخميس ماضي ساعتين حتى للأربعة بحضور الأستاذ والمختص والمعالج النفسي سي فيصل الكعبي وإلا بحضور مدام سونيا جبيلي المختصة والمعالجة النفسانية اللي تلقاوها غدوة معنا في نفس الموعد أستاذ فيصل موضوعنا لليوم كان ظاهرة الشعوذة الظاهرة اللي قاعدة تتفشل اليوم في تونس للأسف وكنت قلت أنه أكثر من 145 ألف مشعوذ في تونس هذا الرقم راهو ما هوش دقيق ومن سنة 2016 الإحصائيات تبين الرقم هذايا الرقم قاعد يتضاعف نجم اليوم نحكيه على أكثر من الرقم هذايا خاصة وأنه المشعوذين الدجالين والعرافات برشا تختلف التسميات تختلف الطرق المعالجة كما يقولوا هما التسميات زادة كيف كيف تختلف ولكن النتيجة هي واحدة أكاهو كلمة الختام أستاذ فايز أنا كلمة الختام نحب نعبر عن تفهمي ومش ما نعذرش نتفهم الظاهرة هذه المتفشية في مجتمعنا أمام القلق المتزايد والستريس اللي يخض في الناس وانعدام الأمان وعدم الطمأنينة أمام الوضع الهش الاجتماعي والاقتصادي والحروب العالمية والثورة فما أوضاع مهتزة في مجتمعنا تحدث كثير من القلق عند الناس كل كبار وصغار وشباب نتفهم أن بعض الشباب عندهم تساؤلات وقلق على مستقبلهم على حاضرهم ومستقبلهم نتفهم كل هالأوضاع اللي تدفعنا لهشاشة نفسية أمام القلق وضغوطات المتزايدة لكن نطلب منكم بكل لطف مهما كانت الإغراءات
الحلول السهلة هذه. سامحني استاذ فيصل، فما تليفون في الدقيقة الأخرى من البرنامج، ما نجموش ما نعديوش التليفون. سي فاضل مرحبا بك على موجات الحياة فهم في الدقيقة 90. ألو. وي مرحبا سي فاضل. أهلا وسهلا عسلم. مرحبا بك. ربي أنتم تحكيوا على الشعوذة وما الشعوذة وما الشعوذة وما الشعوذة. أنا مش ندخل في جملة واحدة. مرحبا. أنا حالة إحنا عنا حالة في السيد وزيد. مرأة صغيرة في العمر مع عرسها عندها دو أنفون. كانت تعدي عند بسيكيار يتبع فيها جلس عليها ورا 5-5 عندها حالة اكتئاب تختفي في معمل شطايف في سيد وزيد معمل شطايف معروف دون ذكر الأسماء راه ما عندناش الحق نسميه تخدم في مصنع به تخدم في مصنع بون بطل الدواء نتاعها تحت بواحد مشاغل تا 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 بطل الدواء نتاعك بطل الدواء نتاعك المرأة شنو تروح لا إله إلا الله ربي يرحمها المشعوذ شنو كان يقول لها سامحني والله الله اعلم الله اعلم هذه الامراض هذه الامراض المشكله وين لنا المشكله وين لنا انا مشكله المواطن التونسي اختي اذا كان انا نشوف الطبيب ونشوف المهندس ونشوف المحامي ونشوف الدكتور ونشوف العالم ونشوف الموظف السياسي ونشوف المتخرج من الجامعه ونشوف الناس اللي الجامعيين اللي تخرجوا ويمشيوا للناس هذوما كيفاش انا المواطن العادي البسيط جدا جدا شويه يقول لك انا هذايا طبيب جاي الفلان الفلان المرشديس والبي ام دبليو قدام داره كاينه مهرجان ذكر حتى الاسامي نتاع السيارات راهو من راهو اشهار سامع سيارات الفاخره خلينا نقول ولهذا الظاهره هذه في المجتمع التونسي راهي ظاهره مش تتنحى علاش مش تتنحى الحاجتي بكري نسمع أنا في الكلام نتاعي على الدكتور كيفاش يحكي على الأوضاع العامة في البلاد نتاعنا. أنا ولدي متخرج مش يخدم، بنتي متخرجة مش تخدم. كان المرأة تويك حتى ولدك تمشي غضبانة، ما عادش نبعثوا لها المشاعر الحميدة، ما عادش نبعث لها أختي وعمتي ينقص المصروف وجاري. ولدنا نمشي للسي سعيد هذاك. بالله راهي عندي المرأة نتاعي غضبانة بربي كذا كذا كذا، راهي عندي المرأة نتاعي ما تحبليش أنا كذا كذا. أنا كنت نتكلم على الحلول السهلة، لأنه فما نوع ما حلول سهلة ولينا نمشي لها كما الفاست فود، ولات الأمور السريعة والسهلة عوض ما نعمل نشقة في حلول عقلانية وعلمية ومنطقية، نمشي للحلول السهلة. وهذم المشعوذين اللي يزداد عددهم قاعدين يستغلوا تجارة، يستغلوا في القلق الوجداني اللي عايشينه الناس على مدى العام، والستريس اللي قاعد والضغوطات اللي قاعد تتكاثر، قاعدين لاقين نافذة باش يدخلوا ويستثمروا في بحلول سهلة. طبيعة الإنسان أنه دائما مستعجل، خلق الإنسان عجولة، الإنسان دائما يحب الحاجة المستعجلة. إذا يلقى مشعوذ يقول له وانا نختصر لك الطريق ونخلي بعض الأرواح الطيبة تتدخل باش تأثر على المسؤولين ويلقوا لك خدمة، باش يأثروا على المسؤولين ويرجع لك مرتك، باش يأثر على كل هالحلول السهلة هذه، الناس تنساق إليها بسهولة. أنا ذا علاش حبيت ندعو الناس إلى أنهم يحكموا العقل. رسولنا عليه الصلاة والسلام قال من يستشير عراف 40 يوم صلاته لا تقبل منه، من يصدق عراف هذا حالته في الويل، دخل إلى الشرك، دخل إلى الشرك بالله. ديننا ينهى عن الوصول والإيمان بهالناس ذوما أو حتى استشارتهم، استشارتهم برك حتى ولو ما تصدقهمش 40 يوم صلاتك لا تقبل، فما بالك إذا صدقهم، معناها دخل إلى الشرك ولا دخل إلى أمور معناها سلبية. إذن ديننا دين الإسلام هو دين علم ودين عقل، من لا يستعمل عقله خرج من الدين. أنا أقولها بشكل واضح. للأسف إحنا معاش عنا برشا وقت، الوقت يدهمنا. يعطيك صحة سي فاضل، إن شاء الله تكون موجود معنا بالتليفون مرة أخرى بأكثر وقت. أنت اتصلت بنا في آخر الحصة، إحنا نفرحوا برشا وقت اللي تكلمنا وتتفاعل معنا مرة أخرى، إن شاء الله تكون موجود بحذنا. يعطيك صحة أستاذ فيصل، سامحني تعسفت عليك وقصيت، ولكن الوقت يدهمنا. يعطيكم الصحة الناس اللي تابعتونا من ماضي ساعتين حتى التوا. غدوة الموعد يتجدد في منتدى الحياة في حلقة جديدة، موضوعنا الغدوة التأطير والمرافقة، مرافقة الأولياء لأبنائهم في
في فترة الامتحانات. نخليكم مع بقية برامج الحياة فيم جوك على 93 من 4 حتى 6 موجز الأخبار مع الزميل حسن النبتي ونشراتنا الإخبارية سينان في لامين نس الكل. هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين في منتدى الحياة، مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين في منتدى الحياة، مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية.